غلط. غلطة من سحاب عابر. هذه هي غلطة جماعية. غلطة من مين؟ غلطة جماعية. عادة تعود. عادة تعود. سحابة جماعية. هناك أمور فنية، أمور تكتيكية، أمور نفسانية. كله مع بعض. كل أمور جت مع بعض. هو صح. كان إنهاء، كان بلاك أوت كامل بالنسبة للمنتخب. ويصير أي مدرب، يصير أي مدرب لأي منتخب. يصير في أكبر الفرق. صح. لكن من يعترف بالخطأ؟ في بعض الأحيان يقول المدرب غلطة مني، أنا أخطأت في تقييمي للمباراة، أنا أخطأت في تحذيري للمباراة، أكيد أنا أخطأت في تحذير اللاعبين للمباراة، أنا ربما علي أخطأت في شد اللاعبين والحفاظ على تركيز اللاعبين من ترشحي إلى كأس العالم إلى كأس أمم أفريقيا. يعني ربما، يعني هل أنا المدرب أو الاتحاد الجزائري كان غير قادر وأنه يشد اللاعبين لفترة معينة حتى كأس أمم أفريقيا على مستوى التركيز وعلى مستوى التحضير. Ce qu'il faut se dire, vous avez un sélectionneur. ماذا تقول؟ تقول أن عندك. Joue sur le terrain. C'est jamais le sélectionneur. عندك مدرب منتخب. والذي يلعب فوق الميدان هو اللاعب. ولكنني السؤال الذي أطرحه هو أنه هل أنه بالنسبة لكل اللاعبين الذين يلعبون في هذه كأس أفريقيا، هل أن كسب كأس أفريقيا هل هو مهم جدا كالمشاركة في كأس العالم؟ هل هي مفتحات لكأس العالم؟ هل هي فعلا حلم أن تكسب كأس أفريقيا؟ هنا نجد نفسنا في هذه التساؤلات. بالنسبة للجزائر والطريقة التي بدأت بها، لابد أن لا نلوم المدرب وحده، الملاعبون هم الذين فوق الميدان. حتى ولو كانوا محفزين، لو كانوا في مخهم في أمخاخهم لا يفكرون إلا في كأس العالم. نحن من بين الخمسة الذين ترشحنا إلى كأس العالم، وسنرى ماذا سنعطي في النصف النهائي وفي النهائي في كأس أفريقيا. هنا خطأ، هناك خطأ، لأنك لكي تترشح أولى، وخاصة أنك لا تواجه الكاميرون ولا مصر ولا كوت ديفوار. فأنا أرى أنهم من أول مباراة، أنا مش أربعة